الصوره وليدي وديال الطنسيه وديال الكلاوي وديال العوينات. العوينات اللي داروك محنون كلاوي نقاسيت معهم ودابا انا تحت سيد عثمان. الله يجعل وزير الصحه يجي والسبيطار سيد عثمان راه مؤمن وراه علم بينا على الله. حنا كنقاسيو باش مرتاحين بديك 2000 ريال اللي محيدين لينا. باش كتقاسيو امي فاطمه؟ باش كنقاسيو من قله الشيء ومن قله الدم ومن قله الدواء ومن الماكن وملك من ما كان زادت لينا العينين. العينين محنون عوينات عام وانا كنطلع ونهبط دار عندي فوران دي فوران دي فوران تم جات لي عين جات كاع عين راه بقات عندي شويه انا باقي نكاين محنون عام وليدي عام دابا تاع العين. مشيت وكنجي من هنا في الطوبيس طلاوطها بقى عامية وما نقد نزيد وما نعرف فاش نزيد ولا نطلع غنمشي لثلاثين وعشرة كنوض مع ستة من ستة وانا نطلع من طوبيس طوبيس تلحق وملي نلحق تاني تيقول سير ثلاث شهور سير ربع شهور سير شهرين سير وانا عالم علي قال لكم كنت باش نقعد عويناتي نقعد وما نقعد وقت وحالات بحالي تم حالات وكثر من كذا والسكر عمره والله ينصروا الا شاف المحسنين لا شاف عباد الله شاف المؤمنين راه ما عندهمش راه مقهورين وتفاقدنا وتشوف السبيطارات وراقب سي عثمان شوف الماكن ديال الدياليز كي دايرين وشوف الاهمال اللي كاين طب راه ما لقاوش لنا الجد راه كاينين وكيجيو عندنا وكيعطيونا وكيعبروا لينا وكل شيء ولكن ما كيلقاو باش يلحقونا كيطبعوا لينا يشريو ما عندنا باش نشريو التحاليل الديريه تبقى تسناي شحال من حد مات مسكين جا فما تا يا بطاس قالت لك بنات قالت لك بنت واقفه تشقى قالت تطح عرفوها وليدي بحالك كانت حدانا بحال كيفكم مره مزيانه دري ويشه مسكينه اللي جابتك ويش ساعتين دبروا علينا كاملين الله يرحمها قلت لها قالوا شي حاجه يجيو لا راقبت يجيو يشوفوا ديك البلاصه مهمله بزاف اهمل سبيطار شفتو انا هو تحت طب الله عمر لي من الدار مول فرابلي ولاني ما لقيتش النجاح حنا راه جاو قالوا لينا ما باقيين نجيبوا ديك خبيز وداك الشيء باش تفطروا حيت كاين شي واحد ما كتقدرش دابا تجيب ديك خبيز وشويه تما تلاو جابوا قال لنا واحد بنو شوف ما طيقوش جيبوا تا يجيو لكم حداك وما تجيبوش وما جابوش لينا لحد الان وما جا الطبيبه قالت لنا ما تملوا درت من نقل الصغر حنا غوتنا وقلنا هاد الناس خاصهم باش يتغداو باش يفطروا والماكل كيبقى محنوفين حنا فين يموتوا وقال لنا صافي حنا غنشوفو متى واحد حاجه ما كاين نطلبو شي واحد يجي لتما ويشوف الماكل نهار الجمعه اللي وقعت لي الماكينه انا ما كنشوفش وما كنعرفش ليه حتى انا كانت حابه خدامه لقيت داروا لي الماكينه تكيت شويه حتى كنطيب واحد الفرمي قلب لي في كتقول لي ديك الفرمي كترد لي تما ردوا لي ردوا لي قال لي باش غتفضي ما عندك باش ترد اللي غنحل لك راه غتبقى لك ساعتين تي واخا كليت ما كاين بس ما قال لي ما كاين بس ما كاين تم يطلقني قال لي راه بقات لك ساعتين حنا الماكينه خسرت ما عرفنا كيفاش لما كنا غنبقى نضيعوا لك بدل ما كان ما عندنا باش نردوا لك صافي حتى نهار تلات وجيت طلبنا لك النهار وانا مريضه لحد الان انا واقع بك انا ما عرفتش ضاع لي الدم ولا الله يعلم بعد انا كنسمع الفرمي كتقول لي اش ردوا لي الدم قال لي باش غتردي ما عندوش ترد الماكينه واقفه ما غتردي راهم ولا تقول عمرهم يشوفوا من حالنا يجيو لتما للسبيطار تقولوا على السبيطار ويجيو سيد عثمان يشوفوا الروس يشوفوا روسهم يشوفوا ديك الحالة روسهم يشوفوا بعيني ويشوفونا حنا تما كي كنديرو حنا كنقرفين هاكا الراجل اللي مسكين كبيبة من الشي وتشدو ديك الماكينة وهي واقفة لي تيسخف يعود يخاف وتحلو راح طلقوني خلوني نمشي خلوني نمشي في حالتي راه بدا لقات على يجي واحد وانا اللي شدت كنسيانات اللي كاينين عند سيفوزي ديك الساعة يجيو هادو لا ما يجيو لا ديك الساعة لا والو تا الغد تا الغد ويجيو ما كاين ما كانش لي راه كان طلعت في طار الحومه وطلعت مع واحد الدري انت كنا عويناتي وقفوا معايا على عويناتي الله يطول عمرك وقفوا معايا على عويناتي اللي هملوني وليدي حقروا الله يطول عمر فتحتيني الله يطول عمرهم والله يزيد لي في حالهم والله يجعل القلوب الرحيمه ترحم خوتها المسلمين.